الخير عليكم أعزائي المشاهدين، معاكم من تاني برنامج استراحة. أحب الأول أرحب بأصدقائي اللي كانوا معايا في الفقرة اللي فاتت واللي قدموا لنا فقرة جميلة جدا، وبحب أشكر أصدقائي كمان اللي قدموا لنا التقرير الجميل اللي احنا شفناه. في الأول صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وصباح الخير يا نور. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا نور. صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين. احب بما اننا كنا بنتكلم عن الفن في الفقره اللي فاتت، ما ينفعش نسيب الفن من غير ما نكون بنتكلم عن التلفزيون او وسائل الترفيه اللي كنا عايشينها زمان. وسائل الترفيه من زمان ودلوقتي اكيد اختلفت، واختلف موضوعنا، واختلف كمان الطريقه اللي كانوا بيقدموا بها الفن، والطريقه كمان اللي احنا دلوقتي عايشينها او بنشوف التلفزيون بها ازاي عموما. فانتوا ايه رايكم، ايه رايك هاجر في وسائل الترفيه زمان عموما؟ التلفزيون كان شكله ايه زمان؟ والله يا عمر، هو الفن سواء كان زمان او دلوقتي المفروض ان هو بيقدم رساله وبيقدم هدف للمجتمع وبيناقش كمان قضايا المجتمع كتير. التلفزيون اختلف زمان عن دلوقتي كتير جدا. يعني زمان كان عباره عن صندوق كده ثلاث قنوات بس، ابيض واسود، لكن دلوقتي في بقى الوان واشكال كتير قوي للتلفزيون، في محطات كتير قوي. كمان ان هو ملوش وقت او وقت محدد ان هو بيقفل فيه. زمان كان لحد الساعه 12 وخلاص كده، ما فيش اي تلفزيون ولا في اي حاجه، لكن دلوقتي ما شاء الله 24 ساعه. اكيد طبعا. وكمان اختلف المسلسلات بتاعت زمان عن دلوقتي. يعني انا فاكر ان المسلسلات زمان كان هم 3 4 مسلسلات بالتحديد اللي كانوا بيطلعوا كل موسم مثلا طبعاً. فكان الواحد حابب اللي هو بيستنى المسلسل من المره للمره، زي اللي انا عايش في جلباب ابي مثلا، لحد دلوقتي كلنا لسه بنتفرج عليها. اكيد. واخد ترند جامد جدا وعمره ما يتنسي طبعا. اكيد طبعا. وعندنا عائله شرش وكل المسلسلات دي بتسيب ذكرى جميلة جدا لينا، وفي نفس الوقت مش زي المسلسلات دلوقتي وليها حاجات كده جميلة، فاهمني؟ بصي، يعني بعيدا عن اي حاجه، اعتقد ان المحتوى اللي كانوا بيقدموه هو السبب في اللي خلانا نفتكرهم لحد دلوقتي. يعني احنا انا فاكر فعلا لحد دلوقتي اذا كان عائله ونيس او غيرها لحد دلوقتي بيتراوا ترند على الفيسبوك. فعلا يا عمر، فعلا ان زمن فاطمه مثلا، الزمن اللي فات كان فعلا الفن فيه كان جميل، لان هو فعلا زمن الفن الجميل. يوميات ونيس ولن اعيش في جلباب ابي، ولينا ذكريات كتيره قوي فعلا مؤثره في حياتنا لحد دلوقتي ومؤثره على عاداتنا وتقاليدنا. بس انا عايز اقول لكم ان الفن فعلا يعني في كل وقت وفي كل زمان هو جميل. الفن هو فن، بس اختلفت طريقه عرضه من زمان لدلوقتي بالتطور اللي احنا فيه. كل يعني حاجه وليها وقتها وليها المحتوى بتاعها. زمان كان في حاجات كتير يقدروا يعملوها، دلوقتي بقى في حاجات يعني ما ينفعش، فاهمني؟ اللي هو زمان كان قدامهم حاجات كتير يختاروها وكده، دلوقتي كل واحد المحتوى بتاعه بقى محدود. بالظبط. يعني كل واحد فعلا بقى ليه لون مش زي زمان. زمان كان الفنان ممكن يقدم اي حاجه عموما، دلوقتي كل واحد اتحصر في اللون بتاعه. لا بس كمان يا عمر، ان الفنان زمان كان اهم حاجه عنده المحتوى اللي هو بيقدمه للناس، يعني القضيه اللي هو بيناقشها، هو هيقدم ايه للناس، هل هيسيب اثر وبصمه في المشاهد ولا لا. عايز اقول لكم يعني بما اننا بنتكلم عن التلفزيون وكده، بمناسبه التلفزيون، حد فاكر الالعاب اللي كنا بنحطها على التلفزيون من فوق او كنا بنلعب بيها؟ الالعاب دي طبعا عمرها ما تتنسي، كان لينا العاب كتير زمان، منها بنك الحظ طبعا، كانت اول مسؤوليه في حياتنا تقريبا نمسكها. اللي ماسك البنك مثلا دايما كان بيقوم وياخد الفلوس يشيلها وكده بقى، وبالذات بقى اللي بيشتري دمشق واول القاهره والحاجات دي ده اللي بيبقى معدي، ده من اغنياء القوم. هي العاب زمان كانت جميله جدا بصراحه، يعني كانت حاجات بسيطه كده من الحياه اللي احنا عايشينها، من نمط الحياه كنا احنا اللي بنخترعها. يعني انت فاكر يا عمر، احنا اللي كنا بنعمل الالعاب دي. الالعاب حقيقه فعلا كانت بتدينا حاجات نكتسبها منها، لما يعني كمان المشاركه، يعني كان فيها مشاركه بين الجيران، بين ولاد الحاره، بين اخواتنا واهلنا، الام والاب كانوا بيشاركوا الطفل في الالعاب. حقيقة. غير كده ان هي كانت حاجه سهله وبسيطه جدا، بتنمي القدرات الذهنيه للطفل، بتخليه اجتماعي اكتر. صح، بعكس الالعاب اللي احنا بنشوفها دلوقتي. يعني انا شايف ان الالعاب بتاعت حاليا هي الالعاب تقريبا خدت مرحله تانية او مرحله غير اللي هي للتسليه بس، الالعاب بقت حاجات وحشه أكبر جدا من كده. يعني زمان كانت حاجه كده بريئه، لو كنا بنلعب السلم والتعبان الحاجات دي كلنا كنا بنبقى متجمعين وفي تواصل، لكن دلوقتي بقى اقل التواصل جدا. حقيقة. يعني أنا شايف إن معظم الألعاب أصلا اللي بتتلعب دلوقتي هي ألعاب فردية أو ألعاب هدفها إن هم يجمعوا فلوس، غير زمان إحنا كنا نلعب زمان بهدف المتعة فقط. يعني فاكرين مثلا الألعاب اللي كنا بنلعبها في المدرسة مع أصحابنا وكده؟
هي فعلا الالعاب زمان كانت جميله جدا، لكن دلوقتي الالعاب العاب الكترونيه بس، يعني هو ماسك الموبايل بتاعه او على جهاز الكمبيوتر وهو والجهاز بس، لكن مفيش مشاركه، مفيش اطفال معاه يعرف يتكلم معاهم. ان هو الطفل دلوقتي بيفضل قاعد قدام جهاز الكمبيوتر او الموبايل مركز فيه، وده طبعا يعني في ايوه العاب بتخليه ان هو يفكر ويركز، لكن ليها اثار سلبيه عليه، غير ان هو ممكن يدمن اللعبه دي. لما هو يدمنها ويفضل طول الوقت ماسك التليفون او على جهاز الكمبيوتر، هو خلاص منعزل عن العالم، منعزل عن الناس، فكمان هيأثر على المستوى الدراسي. فاكره ايه طيب؟ فاكرين ايه من الالعاب اللي كنتوا بتلعبوها في المدرسه طيب؟ لا انا فاكره الغديوه جدا، كانت اكتر حاجه ممتعه في المدرسه لا الغديوه دي حاجه، دي ليفل ايه، ما فيش ناس تفهمها كتير لا 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 تقريبا كله كان بيعملها، يعني كانت حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي. طب والصحاب طبعا كنا بالمدرسه بالنسبه لنا ما كانتش زي دلوقتي، يعني دلوقتي اللي هو بنقدر نتواصل مع اي حد، لكن صحابنا كنا بنروح المدرسه ونقعد معاهم والكلام ده. طب ممكن نكمل، بس معانا مكالمه تليفونيه من استاذ محمود. اهلا بيك استاذ. ألو. محمود الو. الو اهلا بيك. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. صباح الخير عليكم كلكم. صباح النور عليك. الاول حابب اقول لحضرتك ايه الحاجات اللي حابب اللي انت ترجعها من زمان، او ذكرياتك اللي انت كنت عايشها زمان حابب ترجع ايه منها دلوقتي؟ لا انا حابب اقول فكره بسيطه، يعني ان زمان كنا متجمعين اكتر مع بعض، انما دلوقتي السوشيال ميديا والموبايلات الحاجات دي كلها، التكنولوجيا يعني خلتنا نبعد عن بعض، وخلت يعني كونسبت اللمه ما بقاش موجود دلوقتي زي زمان. صح جدا، اكيد. عايز اقول لك بس برضه هي ليها ميزه ما كانتش موجوده زمان، يعني هو دلوقتي هي اي نعم بعدتنا عن بعض، بس هي برضه قربت المسافات، يعني هو بعد اجتماعي، بس انت لو احتجت اي حد في اي وقت هتعرف توصل له. اه بالظبط ماشي، بس يعني زمان كان الموضوع فيه ألفة اكثر يعني. أكيد طبعا صح. شكرا لحضرتك جدا على المداخلة دي. زي ما أستاذ محمود قال فعلا الزمان غير دلوقتي، في يعني هي زي ما السوشيال ميديا قربتنا من بعض وخلت المسافات قريبة، بس هي بعدتنا اجتماعيا، يعني بعدت الناس القريبة من بعض جدا، بعدت الشعور والإحساس عامة. بالظبط. هو والله يا عمر بالرغم إن في يعني وسائل كتير قوي للتواصل، بس برضو إحنا مش عارفين نتواصل مع بعض. يعني غير زمان، زمان إحنا كنا بنتلم مع بعض في مشاركة، سواء كان في فرح أو في رمضان، في مناسبات، في مواسم، بتلاقي الناس كلها موجودة في المناسبة دي، لكن دلوقتي بالرغم إن في وسائل تواصل بس ما فيش الكلام ده. نكمل طيب عن الغديوة، كنت بتقولي على الغديوة؟ بقول لك كانت أكتر حاجة ممتعة، كان كلنا بنتفق كل واحد فينا يجيب حاجة وبنقعد ناكل مع بعض، وبتبقى حاجة جميلة جدا. دي فعلا اللي كانت بنحس برضو اللي إحنا عملنا حاجة من حاجات الكبار كده، مسؤولية. يعني كل واحد مثلا كان بيدفع أيا كان مصروفه اللي هو نص جنيه مثلا أو جنيه. أيام المدرسة دي كانت جميلة جدا، يعني فاكرة صحابنا وفاكرة الحصص بتاعتنا، يعني أكتر حاجة كانت بتفرحنا إن مثلا مدرس يغيب، إن حصة تبقى فيها حصة كمان كان يوم عيد الألعاب مثلا يوم عيد الام كانه حفله، اللي هو كل المدرسه بتروح بلبس غير لبس المدرسه، والحصص بقى كلها فري وهنجيب اكل. كان يوم جميل جدا، يعني ان هو حتى لو بهديه ورده وجواب. بالزبط. دي كانت حاجه بسيطه جدا بتفرح المدرس وبتفرح الطفل. كانت المشاكل في المدرسه قليله، يعني كان ايه اقصى مشكله ممكن تحصل لي في المدرسه؟ مع انا بالنسبه لي مفيش خالص، يعني الحياه كانت بسيطه بشكل غير طبيعي، اللي هو كل حاجه كانت بنحب نعملها فبنعملها بتلقائيه ومن غير اي حاجه، بعفويه جدا. كانت يعني براءه، يعني براءه الاطفال، وكمان حب زمان بقى اكيد كل حد كان عنده حب، اللي هو الطفوله ده، اللي هو حب الطفوله طبعا كان في حاجات تانية خالص غير اللي بتحصل دلوقتي. أكيد. كان بيبقى بقى صعب الوصول لاي حاجه، لان ما كانش فيه بقى الوسائل اللي موجوده دلوقتي. يعني كان الواحد بيتعب فعلا. فعلا حب الطفوله هو اول حب يكون لسه القلب حب صادق جدا، ما حسيناهوش حاجه من الفطره او حاجه صادقه طالعه من القلب على طول، حاجه من غير اي معاناه. يعني عايز اقول لك ان مثلا دلوقتي انا عشان احب او علشان اتواصل مع حد مش بنفس طريقه زمان، اكيد الطريقه اختلفت ما بين زمان ودلوقتي. الحب زمان كان ليه طرق، وكان ليه ان انت توصل لها ده شيء صعب. يعني انا فاكر شرايط مثلا الكاسيت اللي كانوا بيعملوها وتروح ايه راميها او حاططها الجواب. بالظبط، رامينها لبعض، او الظرف اللي بيتكتب فيه كلام. لا النظرات دي حاجه تانية، بس انا بتكلم في طريقه الوصول عموما، كانت صعب ان انت توصل لحد عشان تقول له انا بحبك او انا معجب بيك او حتى تعبر عن مشاعرك. بالظبط، كان الموضوع
لذيذ، فاهمه اللي هو فيه اثاره عشان انت توصل لده، مش زي دلوقتي. اعتقد ان دلوقتي الحب بطريقته اختلفت، ولا انت رايك؟ والله يا عمر، هو الحب مفهومه هو هو، ما بيتغيرش سواء كان زمان او دلوقتي، لكن طريقه التعبير عنه هي اللي اتغيرت. يعني زمان كان فيه الجوابات اللي بتتبعت، كان فيه قصائد الشعر اللي بتتكتب، كان فيه ان حد مثلا ممكن ينتحر عشان سمع خبر حبيبته ان هي ماتت. لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده. غير كده ان طريقة التعبير نفسها اختلفت. انت ممكن دلوقتي عشان تعبر عن حد بحبك ممكن تبعت له ايموشن على الواتساب. لا دلوقتي علاقات الحب بتنتهي اللي هو تبدا باد وبتنتهي ببلوك. دي هي علاقة الحب. عايز اقول لكم يعني فعلا الحب اختلف عن زمان جدا. فانتوا من رايكم لو حابه ترجع حاجه من زمان ترجع ايه يا نور؟ ارجع يعني اللي هو نبعد بقى عن السوشيال ميديا عامه ونرجع نقعد مع بعض تاني والكلام ده. وقبل ما ننهي يا هاجر وانت كمان، والله يا عمر هو الزمن عمره ما هيرجع، بس احنا ممكن نرجع منه حاجات جميله كانت بتحصل زمان، زي الدفء الاسري. يعني احسن حاجه اللمه والدفء الاسري، وتحس ان انت فعلا في جو اسره وفي جو عيله. بالظبط، يعني انا شايف برضو انا متفق معاكم جدا. انا اعتقد ان اكتر حاجه احنا مفتقدينها ان هو قعده العيله تاني، او ان احنا كنا بنتجمع في البيت. حتى يا عمر واحنا قاعدين مع بعض، واحنا قاعدين يا نور مع بعض، كل واحد ماسك تليفونه وقاعد مع تليفونه، كل واحد في دنيا تانية، ما بقاش فيه تواصل خالص. بالظبط، يعني كنت مبسوط جدا معاكم في الفقره دي الصراحه. ان شاء الله نكملها مؤخرا. بس قبل ما ننهي الفقره بتاعتنا احب اقول لكل المشاهدين احنا فقرتنا خلصت، بس برنامجنا لسه مكمل. نطلع الفاصل صغير ونكمل. لما بفكر احن الماضي اول حاجه بتيجي في بالي سكني وبيتي في الحته دي، شكل شقاوتي زي عيالي. كان يا مكان كان لصحاب، كنت بربي في شارع كلاب، كانت ألعابي أتاري وسيجا قبل ما نعرف شكل التاب. كنا بنطلع فوق السطح نمسك خيط، قصدي دبارة، بعد ما نسهر يوم للصبح تحت البيت بالطيارة. فاكر لما أخدت فلوس من إيد تيتا، رحت ساعتها وأنا مهووس جبت لوليتا، كان طعمها بصراحة يجنن، وفي أكلها كنت أنا بتفنن، تبقى في إيدي وأغمض عيني وأسند راسي كده على الحيطة. ولا زمان أيام رمضان بعد ما لم فلوس الزينة، كنت بجد بكون فرحان لما بتيجي حلقة زينة. كنت زمان سارح والهان مع نيل شوية وشريهان وسلاحف نانجا وأفلام أبطالها أميتاب باتشان. كنا زمان بنحب بجد، كنا زمان بنحب بجد، ولا كان حد يزعل حد، لا بنخطف أكلنا من بعض ولا يوم على رجلنا نتمد. كنت زمان وانا طفل صغير عيل فاضي يدوب للعب، كنت بحب صحابي وبزعل لو خدوا مني حبة لب. للدرجة دي كانت خناقاتنا عبيطة وتافهة؟ للدرجة دي كانت مشاكلنا بسيطة ساعتها؟ كنا زمان يوم وقفة عيد بنجيب كورة ونفضل نلعب، ينده جارنا وصوته بعيد يا ابني تهدوا شوية بنتعب، لو ما مشيتش بجردة المية وفوق دماغاتكم، وإن ما نفعش هاخد الكورة وأقطعها لكم. أما صحيح كان راجل بايخ، أمال نلعب إمتى وفين؟ بس الحق بكل أمانة كنا عيال أشقية رزلين. كنا زمان بنجيب الولعة وننزل نقعد كده في الشارع أهو نتدفى يوم الوقفة، وأمي بتنده وأنا مش سامع، يا ابني اختشي على دمك واطلع، شفت هدومك لازم تقلع، وانا بردودي زي المدفع لا مش طالع. كنت زمان وانا طفل صغير بعشق قوي ضرب الصواريخ، كنت بحب الناس تتعور وافرح لما اسمع توبيخ،
واما كبرت قالوا لي يا ريتك كنت فضلت صغير يا ابني. كان العيد ايام حواديتك احلى كتير من دلوقتي. كنت زمان وانا طفل صغير العيد عندي صلاة العيد. انا دلوقتي بنام للمغرب عادي في اول يوم العيد. واما بفكر احن الماضي اول حاجة بتيجي في بالي سكني وبيتي في الحتة دي، شكل شقاوتي زي عيالي. يا سلام على ايام زمان زمان وانا صغير